يكفي الإعلان عنه للدلالة على أن الحدث غير عادي. قائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران إسماعيل قاآني يلتقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مقر الوزارة. قد يبدو اجتماعا دوريا بين شخصيتين بارزتين، لكن المعروف أن طهران لا تعلن عن هذا النوع من اللقاءات عادة إلا إذا أرادت إيصال رسالة من خلاله، ما يوحي أن تكثيف التنسيق بين الحكومة الجديدة وقوة القدس هو عنوان المرحلة المقبلة. في المضمون، بارك قائد قوة القدس لوزير الخارجية تسلمه منصبه الجديد، وأكد المكانة الخاصة والمهمة للوزارة في تأمين المصالح الوطنية. الشهيد قاسم سليماني كان عنوان اللقاء الأبرز. تحدث عبد اللهيان عن دور الشهيد في محاربة الإرهاب والصهاينة، وأكد أنه لولاه لاختلف شكل المنطقة. إضافة إلى محاربة الإرهاب، تعهد عبد اللهيان بمواصلة مسيرة سليماني في توطين السلام والأمن مع دول المنطقة، وشدد على الدور الكبير لقوة القدس في استتبابهما في المنطقة والعالم. تدرك إيران جيدا قدرتها على توفير هذين العينين من خلال التعاون، يؤكد وزير خارجيتها ذلك، ويعلن مد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة ولا سيما دول الجوار. توقيت اللقاء ومضمونه شغل الأوساط الإعلامية الإسرائيلية. حاولت وسائل الإعلام تفسير الحدث، رأى بعضها في نشر تفاصيل الاجتماع تلميحا إلى دور قوة القدس في الداخل والخارج، إضافة إلى إظهار التنسيق الوثيق بين الحكومة الجديدة وقوة القدس، وهو ما عدته توضيحا لهيكل السلطة الحقيقي في إيران وكيف تعمل الخارجية جنبا إلى جنب مع حرس الثورة.